السلام عليكم وبداية فلوق جديد ضرب نار. يعني النهاردة هنلعب كل في ديوتي، اول فيديو ليا في الجيمينج. اخيرا يا رب اخيرا هعمل حاجة واحدة استمر عليها بقية القناة. النهاردة هنلعب معانا كريم. ازيك يا كريم؟ ما بيردش. يلا نبدأ. الحمد لله كويس. طبعا يا جماعة تنسوش تشتركوا في قناتي. خلاص يا حاج هم عارفين كيمو اونلاين. كيمو اونلاين يا جماعة. دلوقتي احنا هنبدأ برضك. احنا هنلعب السيطرة، ماب السيطرة، عشان احنا مسيطرين على كل الناس. ليه؟ احنا لا والله احنا مش منقلتش، احنا الدباحين. يلا يا جماعة احنا الاشباع. لا انت بقى الاشباح في قناتك. احنا عيلة الدباحين ماشي في قناتنا. ده هاشتاج جديد عايزكم تدمروه. وهاشتاج بتاع قناتي انا عيلة. انت بقى تعملها بقى قناتك. هاشتاج القناة ماشي ماشي ماشي. ما تقول القناة ولا اسكت. هل هاشتاج القناة بتاعتي في ايه ده؟ في الاشباح. مجنون مجنون. سيبك من والله هطلع بالرجالة. بص انت جاي معانا زي الحمار. ازاي زيك بالظبط. سهل ما قايف جنبها زيك بالظبط. ادي احنا الماب دي لعبناها قبل كده كريم. دي سهل سهل. انا رايح على سي. انا اللي رايح عشان سي السيطره. الله انا على محترف يعني. جميل جادي. انا كان معايا اسلحه ملونه. والله مش بالاسلحه ملونه ولا كده. ايه ده؟ انا اللي احتلتها الاول. نروح على هي عم عشان نتصور. لا يا جماعة احنا قاعدين بنعمل شيء. كلها ليه يعني؟ ما دلوقتي انا بموت بموت. طبعا يا جماعه الفيديو الصوت كده بس عمل ايه ده؟ واحد بيموت. واحد حرقني. ينفع كده؟ حرقني هيجي يحرقني. السلاح خلص منه. كلهم عليا يا ميم. كلهم عليا يا اولاد. يا لهوي اللي قدام. انا تجيب السلاح انت. ايه ده؟ شلت انت يا جدعان ما بيعرفش يلعب. اسكت يا حبيبي اسكت يا بطل. طب اوكي ادعني اكتبه في التعليقات مين اللي بيعرف يلعب. معلش طبعا مش عشان قناته يعني هتكتبه هو يعني. شوفوا مع السلاح الجامد. ملك ايه؟ اكتم اكتم اكتم. الله طب احدى بيموت. سلاح جامد بمعنى الكلمة. بص موتوه كله. انا باقي معايا طلقتين منه يا عم. خلصت الطلقتين عليك. حسبي الله ونعم الوكيل. يا دين برافو عليك. سالك اسكت يا حبيبي مش انا. انت السبب. انت السبب في كل حاجة. انا معايا صندوق. انا اللي احتليته. انا زي الصندوق. ما احتلتش. تلق نفسك عم. تلق نفسك. ولا 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 ولا. يلا يا مي جهز نفسك للصاروخ عشان انا هنزله عليك. نهدف بس هنا كده خلصهم دخان. يلا طيارات. طيارات جت. الهوي انا موت نفسي عشان اني محترم. مش بتهبل تعرفش تلعب. انا عايز سلاح الضرب نار. ضرب نار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في بدايه فلوج جديد ضرب نار.
بعد تشتري احسن شركة كوم خش على شاشه دوت كوم. ضرب سلاح شاور عنده ماركيز. لا طبعا ما قول ايه ده قول شت اوف. طب والله بس انا مع سلاحي انا عاملها له بقى مش معنى هو يعني اضرب اي حته ما اعرفش بات انا اضرب في اي حته ما بيهمنيش اي بيت انا عبى افتح في صناديق يا بابا صناديق. الواد ده يفوز على طول باخد سلاحه واحدة انا لما العب بفجر جريب قتلت بالصولي تعيش اقتلك بس ما لك يسلح ده انا عايز اقرب معك سلاح النار شاقوا بيه اه صح معاي تعيق معا نجيب السنايبر ايه رأيك نجيب السنايبر بقى السنايبر ده انا حريف فيه جريب ايه ده مش عارف انا السنايبر ده هو طبعا ده نعمي الكلام ده اي فوز يعني يوم لما اجي استخدم السلاح وكده يا جماعه دلوقتي خلصت الفيديو ما تنسوش لايك وسبسكرايب كل حاجه كل واحد قاتل يابا ماشي وكل حاجه اهو ده انا خلاص يا حبيبي هاشتاج الدباحين ومع السلامه.